بسم الله الرحمن الرحيم. مواصلة انخفاض الدولار أمام الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم سودان دي لعرض، ندعوكم للاشتراك والانضمام إلينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. متوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2019. الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني 86 جنيه. الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني 22.80 قرش. الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني 23.50 قرش. اليورو مقابل الجنيه السوداني 96 جنيه. الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني 112.30 قرش. الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني 5.20 قرش. الريال القطري مقابل الجنيه السوداني 23 جنيه. أحب أنوه، أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فأرجو الانتباه عند التعامل. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم بمتابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.